صباح الخير متابعي فقرة حياتك والطقس من طقس العرب، وأهلا وسهلا بالمتابعين الجداد. اليوم الأربعاء بإذن الله بتسود المملكة أجواء لطيفة وأدفأ بقليل من يوم أمس الثلاثاء، ودرجات الحرارة رح تكون إن شاء الله أعلى من معدلاتها السنوية لتكون الأجواء صافية ومشمسة بإذن الله. ولكن المناطق الصحراوية اليوم رح يكون في بإذن الله هبوب للرياح الشرقية المثيرة للغبار. أما كيف حيأثر هذا الطقس نهار الأربعاء على حياة ونشاطاتنا اليومية؟ اليوم الجلسات الخارجية فكرة جيدة كونه الطقس دافئ، وغسيل السيارات ونشر الغسيل اليوم الأجواء ممتازة لمثل هذه النشاطات بإذن الله. وأيضا البحر الميت اليوم الأجواء جيدة وبتسمح لنا أنه ننزل ونقضي نهار حلو في الأجواء الدافئة. وتسوق اليوم ممتاز وبتضلها فرصة وجود الناموس في الجو تقريبا معدومة، ولكن الحشرات اليوم رح تكون موجودة مثل الذباب والحشرات الأخرى، فدايما احرصوا على أنكم تتركوا أبواب البيت دايما مسكرة وحتى النوافذ. طبعا رح نضلنا متأثرين بفترة الشتاء في الأمراض الموسمية، ولكن فرصة تأثرنا فيها رح تخف نوعا ما. وأنا هون رح أوقف شوي ورح أحكي عن مرض الكورونا اللي عماله بنشر في العالم بشكل كبير وبيأثر علينا بشكل مباشر. بدي أعطيكم أكم من نصيحة بس لحتى تحموا حالكم من هذا المرض. طبعا كلنا بنعرف أنه لازم إحنا نغسل إيدينا كتير منيح بصابونة معقمة ومناسبة، وحتى بعدها لازم إحنا نتبع طبعا أساليب العطس والسعال يعني المعروفين، أنه مثلا لازم نحط إيدنا على الجهاز التنفسي أو على الفم لحتى ما نعدي الأشخاص اللي حوالينا. وأيضا طبعا لازم نطهو اللحوم والدجاج طبعا بطريقة صحيحة 100%، لأنه الحرارة بتقتل الفيروسات والبكتيريا. وأيضا تجنبوا انكم تقربوا من الحيوانات مثل بالمزارع او الحيوانات البريه لتحموا حالكم من هاي الامراض. وبالنهايه اتمنى السلامه للكل. رح نضلنا طبعا متاثرين بعالم من الجيوب، رح يضلوا متاثرين نوعا ما في هذا المرض، ولكن بعالم من الربو اليوم ما في اي خوف. وايضا اليوم بعالم من الروماتيزم رح تضلها فرصه تاثركم في هذا الطقس البارد عالية. طبعا الرياضيين اليوم اللي حابين انهم يمارسوا رياضتهم الرياضية مثل كرة القدم والسلة، الركض والمشي لمسافات طويلة، او حتى الركوب على الدراجات الهوائية، اليوم الاجواء جيدة لمثل هذه النشاطات خلال ساعات النهار. ولكن بتضلها السباحة مثل العادة طول فترة الشتاء الفكرة غير جيدة بسبب المياه الباردة. بالنهاية مع انه الطقس اليوم دافي، ولكن دائما خلوا معكم جاكيتات احتياط اذا حبيتوا تطلعوا او تقعدوا برا. لهون بدي اتمنى لكم نهار جميل ودافئ، بنتمنى السلامة للجميع، الى اللقاء.